والله العظيم بعض الجماعات والطوائف في الأحزاب يعني يقشعر بدنها من حكاية إيه نقد وش لا تحب هذا، لأن عندنا نفسها بيرفكت كاملة كاملة. ليه تنتقدني في إيه؟ ننتقد بعضنا في إيش؟ إحنا مية مية، إحنا مية مية، والناس كلهم مش فاهمين شيء، هذه لعنة. فأنا أقول لك حتى هذا النقد التحتاني الذي يمارسه بعض حسني النية، بعض ذوي النية الطيبة يحبون الإصلاح يحبون اللملمة، للأسف يفعلونه تحتانياً ضمن الطائفة. أنا أقول له لن تصلح كثيراً، لن تصلح كثيراً. رؤوس الهيدرة هذا الكائن الخرافي اللعين، أنت قطعت منها رأسين وبقي لديك 8 رؤوس داخل المذهب، ستعيد بدل الرأسين 20، وتبقى أنت تصارع هذه الهيدرة إلى ما لا نهاية. الذي نحتاجه اليوم في الحرب ضد هذه النزعات الأصولية الإقصائية الإلغالية خطيرة جداً أيها الإخوة على أمتنا وعلى صورة مستقبل ديننا داخل بلاده قبل أن تكون خارج بلاده، الذي نحتاجه هو أن نمارس بل أن نتمهر ونتدرب لدينا ضربة تمهر تمرس حقيقي بالنقد الفوقاني، النقد العالي بلغة الأصوليين أصول الفقه، النقد العالي مش النقد النازل. شو النقد العالي؟ أن أنتقد حتى طائفتي. وقلت لكم مرة عن ريجيس دوبري يقول التنوير في رأيي، التنوير الحقيقي أو في كليرونج اللاتينت، التنوير الحقيقي ليس أن تنتقد الآخرين حتى وإن كانوا مخطئين، ضروري أن ننتقد الخطأ أينما وجد، لكن الشطارة لكي تصبح منورا مصلحا حقيقيا مبشرا بالنور في هذا الظلام الدامس الطامس أن تنتقد ذاتك طائفتك مذهبك جماعتك. دائما كنت أردد ولا أزال أيها الإخوة مش بطولة، أنا كسني هنا آتي أنتقد الشيعة والإباضية وكذا، مش بطولة بالمرة، يفعل هذا كل سني حين يريد. البطولة أنا كسني أنتقد ماذا؟ السني، أنتقد نفسي، أنتقد أخطائي وتجاوزاتي، وفي الوقت عينه أنشد وأناشد أخي الشيعي أقول له أنت أيضا افعل هذا داخل طائفتك، انتقد طائفتك، انتقد نفسك، لكن ليس نقدا انتبه تحتانيا، انتبه هنا الفرق عاد، هذا ينتقد وهذا ينتقد، هذا ينتقد تحتانيا، الغاية الإصلاح الداخلي، مصالح الطائفة، مصالح أبناء الطائفة أو المذهب أو الحزب أو الحركة، لا، نحن يجب أن نمارس نقدا فوقانيا، المعايير التي يحتكم إليها والمبادئ التي نترسمها في النقد في عملية النقد ما هي؟ معايير الأعم. في القضية الدينية ما هو الأعم؟ الإسلام. تعرف هذه المسألة كثير بسيطة وواضحة وإنقاذية، انتبه مش هذه بس تنويرية، إنقاذية ممكن تنقذ أمتنا والله من اللعنات التي حاقت بها، لكنها مباشرة تجهض في أول خطوة بالمزاج ماذا؟ الأصولي. بالمزاج الأصولي. تعرف لماذا؟ لأن الأصولي كما قلت لك يقول لك ما المشكلة، أنا لا أظن أن ثمة فاصلة مسافة أبشتان ديستان بين أي؟ بين طائفة وبين الإسلام، بالعكس نحن الصورة البيور الراين النقية للإسلام، نحن الترجمة المطابقة الدقيقة للإسلام. عدنا مرة أخرى إلى إطلاق ماذا؟ إطلاق النسبي، بظن نفسه بظن نفسه إنه بفهمه هو بفهم أمته. طبعاً في مشكلة بالذات لدى إخواننا الشيعة يعني للأسف نقول على المنبر حيزعلوا كثير بس هذه الحقيقة، حين ادعوا العصمة في أئمتهم فالإمام جعفر الصادق بيطلع معصوم في نهاية المطاف، فيهم في مشكلة حقيقية تجعله أمام مشكلة حقيقية أيها الإخوة، إنه طيب هذا معصوم واجتهاد المعصوم معصوم. طبعاً يمكن الالتفاف على هذا بطرق معينة لكن هذه مشكلة أيضاً. طبعا لدي الطائفيين الاخرين في مشكلات لكن بجذور مختلفه، بجذور مختلفه، وهم الان يعني اكثرهم يبدون تعصبا اكثر من الشيعة بمراحل ايضا، لانه في جذور من نوع مختلف على كل حال، لكن نحن نتكلم بحيدة بنحاول نكون على مسافه واحده من الجميع، ان شاء الله نقدر، ان شاء الله نقدر. فاحنا بنقول تحتكم انت الى معايير وغايات واهداف، ما هو اعم في المسألة الدينية ما هو أعم؟ الإسلام، شيء اسمه الإسلام.